قبل الخوض في غمار هذا الدرس يجب أولا التعرف على أهداف التعلم. إذن من بين أهداف التعلم وصف مظاهر القوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا إبراز بعض العوامل المفسرة للقوى الاقتصادية الأمريكية. ثالثا استخلاص الصعوبات والتحديات التي تعترض الاقتصاد الأمريكي. إذن بعد قراءتنا لأهداف التعلم سنحاول أولا إعطاء مفهوم قوى اقتصادية عظمى. إذن ما المقصود بهذا المفهوم؟ إذن قوى اقتصادية عظمى هي كل دولة تتوفر على مؤهلات فلاحية ومعدنية وطاقية وبشرية وتنظيمية تمكنها من فرض مكانتها العالمية. ومن أبرز القوى الاقتصادية العظمى في هذا المجال حاليا نجد الولايات المتحدة الأمريكية. إذن إعطاء أو شرحنا لهذا المفهوم سنحاول تحديد موقع الولايات المتحدة الأمريكية. إذن انطلاقا من الخريطة إذن نستخلص أن الولايات المتحدة الأمريكية تقع في النصف الشمالي للكرة الأرضية على الواجهة الغربية تحدها كندا شمالا والمكسيك جنوبا وغربا المحيط الهادي وشرقا المحيط الأطلسي، وتضم ما يقارب 327 مليون نسمة حسب إحصائيات سنة 2018، ومساحتها تقدر ب 9,629.91 كيلومتر مربع. إذن خلال هذا الدرس سنتعرف أولا على مظاهر قوة الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الفلاحي وكذلك على المستوى الصناعي وعلى المستوى التجاري. النقطة الثانية هي العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الأمريكي. سنركز على عوامل طبيعية وبشرية وتنظيمية، وهناك عوامل أخرى. أما المشاكل، هناك مشاكل على المستوى الاقتصاد ثم على المستوى مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية ومشاكل بيئية. إذن مقدمة، سنحاول صياغة مقدمة. تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المكانة الأولى عالمياً بتحقيقها أكبر ناتج داخلي خام نظراً لشساعة مساحتها وارتفاع عدد سكانها وتوفرها على ثروات فلاحية ومعدنية وطاقية هائلة، إضافة إلى اعتمادها على تنظيم رأسمالي محكم. ومع ذلك ما زال اقتصادها يواجه بعض المشاكل والتحديات. فما مظاهر القوى الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية؟ وما العوامل المفسرة لقوة الاقتصاد الأمريكي؟ وما التحديات والصعوبات التي تواجهه؟ أولاً سنحاول تحديد مظاهر القوى الاقتصادية الأمريكية. إذن سنحاول ملاحظة الخريطة جيداً. إذن بعد ملاحظتنا للخريطة وقراءة عنوان الخريطة وكذلك المفتاح، سنحاول استخلاص الخصائص المميزة للفلاحة الأمريكية على المستوى الإنتاج وعلى المستوى التوزيع المجالي. أن من بين مميزات الفلاحة الأمريكية ضخامة إنتاجها وتنوع منتجاتها ومساهمتها بنسب كبيرة في السوق العالمية للمنتوجات الفلاحية. ثانياً تحتل مراتب دولية متقدمة سواء على مستوى إنتاج الحبوب أو المزروعات الصناعية أو على مستوى إنتاج اللحوم وخاصة تربية الأبقار. النقطة الثالثة التي استخلصناها توفرها على فائض أو توفر فائضاً تسيطر به على السوق العالمية للمنتجات الفلاحية، لذلك تتم مراقبة الأسواق العالمية عن طريق بورصات متخصصة، ومن أهمها بورصة الحبوب في نيويورك وبورصة المنتجات المدارية في شيكاغو. إذن بعد تحديدنا لمظاهر أو مميزات الفلاحة الأمريكية التي لخصناها في التنوع والضخامة واحتلال مراتب متقدمة عالميا، إذن سنحاول خلال هذه الخريطة معرفة مناطق انتشار
الفلاحة الأمريكية أو انتشار بعض المنتوجات الفلاحية الأمريكية. إذن بعد ملاحظتنا للخريطة نستخلص أن توزيع الإنتاج الفلاحي هو على الشكل التالي: فعلى المستوى العام يشمل النشاط الفلاحي الأمريكي مجمل التراب الأمريكي، غير أنه يميل بقدر من التخصص، حيث نجد أن زراعة الخضر وتربية الأبقار المتخصصة في الحليب بالشمال الشرقي في ارتباط بالسوق الاستهلاكية الضخمة لمدن الميغالوبوليس أساساً، بينما تنتشر زراعة الحبوب بالسهول الوسطى والتي تشمل خزان العالم للحبوب، وزراعة الحوامض بأقصى الجنوب الشرقي، في حين تتمركز الزراعات المدارية بالمناطق المطلة على الخليج المكسيك. أما المناطق الجافة وشبه الجافة للقسم الغربي فتمارس بها تربية واسعة للأبقار. إذن النقطة الثانية، سنحاول تحديد مظاهر الصناعة الأمريكية. إذن لاحظوا الخريطة جيدا، ركزوا على العنوان وكذلك على المفتاح. إذن بعد قراءتنا للخريطة الأولى سنحاول قراءة الخريطة الثانية التي تبرز لنا أهم الصناعات الأمريكية وكذلك مناطق انتشارها. إذن لاحظوا معي كذلك بعض مظاهر قوة الصناعة الأمريكية من خلال الصور. إذن نستخلص ماذا؟ من خلال الخريطتين وكذلك الصور نستخلص أن الصناعة الأمريكية تتميز بتنوع وضخامة إنتاجها واحتلالها مراتب متقدمة عالميا. كما يتميز الإنتاج الصناعي الأمريكي بالضخامة والتنوع، ويستحوذ الشمال الشرقي على معظم الصناعات رغم ازدياد أهمية الجنوب والغرب الساحلي. ويتركز النشاط الصناعي الأمريكي في ثلاث مناطق، أهمها منطقة الشمال الشرقي أي المنطقة التي تتميز بسيادة صناعات القديمة، ومنطقة الصناعة الحديثة بالجنوب الشرقي، ثم منطقة التكنولوجيا العالية التي تمتد في الجنوب الغربي وتحتل المنتوجات الصناعية الأمريكية المرتبة الأولى عالمياً على مستوى إنتاج وتصدير الحواسيب والسيارات والمطاط إلى غير ذلك. إذن من هنا نستخلص أن توزيع الإنتاج الصناعي الأمريكي على الشكل التالي: مجال الشمال الشرقي، ويشمل منطقة الميغالوبوليس، تضم صناعات متنوعة، فإلى جانب الصناعات الأساسية نمت فيها صناعات عالية التكنولوجيا، وتوجد بها أقطاب صناعية قديمة تسير نحو التحول كبوسطن ونيويورك. ثم منطقة البحيرات تنتشر بها الصناعات الأساسية والاستهلاكية مثل صناعة المطاط بفيلادلفيا وصناعة السيارات، ثم مراكز تجارية التي تتركز بشيكاغو. أما المجال الجنوب طورت به الصناعات المرتبطة بالبترول والغاز الطبيعي في ولاية تكساس، وازدهار الصناعات العالية التكنولوجيا كمثال الإلكترونيك، الطائرات، غزو الفضاء، مع نمو الصناعات الاستهلاكية، ومن أهم مدنه أتلانتا ودالاس وهوستن. مجال الغرب الساحلي فهو منطقة صناعية حديثة، وتوجد بها الصناعات العالية التكنولوجيا والصناعات البترولية وصناعات السيارات، ومن أهم مدنها سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس وسياتل. أما مجال الوسط يطغى عليه الطابع الفلاحي وتقل فيه الكثافة السكانية، وينحصر النشاط الصناعي في بعض المراكز المنعزلة مثل سان لويس، إذن كأقطاب تكنولوجية. إذن من هنا نستخلص أن توزيع طبيعة الحال الصناعة الأمريكية فهي موزعة حسب المجالات.
إذن يعرف توزيع الصناعة تحولا من مركز الثقل الرئيسي أي الشمال الشرقي نحو الجنوب والغرب الساحلي اللذان يدخلان في إطار منطقة حيوية تدعى بحزام الشمس. النقطة الثانية، يساهم الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة مهمة في الإنتاج العالمي ليحتل بذلك مراتب متقدمة في العديد من الصناعات. إذن كالمرتبة الأولى في إنتاج الحواسيب والسيارات والمطاط الاصطناعي، والمرتبة الثانية في صناعة النسيج الاصطناعي، والثالثة في الصلب مثلا. إذن بعد تعرفنا على مظاهر القطاع الصناعي سنتعرف الآن على مظاهر القطاع التجاري. إذن الخريطة تمثل الاستثمارات المباشرة وحركة التجارة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية. إذن لاحظوا الخريطة جيدا وركزوا كذلك على المفتاح. إذن بعد ملاحظتنا للخريطة سنحاول قراءة النص. تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا في التجارة والخدمات، ويساهم هذا القطاع ب 79.2% من الناتج الداخلي الخام، ويشغل 78% من اليد العاملة النشيطة، ويعد هذا القطاع أكثر تنوعا إذ يقدم خدمات ذات مستوى رفيع تشرف عليها مؤسسات ضخمة. إذن عموما يسجل الميزان التجاري الأمريكي عجزا منذ اندلاع الأزمة المالية لسنة 2008. إذن سنحاول كذلك استخلاص ما تطرقنا إليه من خلال هذا الجدول، تطور قيمة الصادرات والواردات الأمريكية. لاحظوا وركزوا على الصادرات والواردات في كل سنة وحاولوا مقارنتها، وبالتالي ستستخلصون أن الميزان التجاري الأمريكي يعرف عزا. لماذا؟ لأن قيمة الواردات تفوق قيمة الصادرات. إذا الآن سنحاول بطبيعة الحال تطرق إلى صادرات الولايات المتحدة الأمريكية ووارداتها، أي سنتعرف على أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة الأمريكية. إذن نستخلص أن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية بالأساس فهي مكونة من المواد الصناعية التي تمثل 81%، ثم المواد الفلاحية 3%، ثم الخدمات 11%، ثم الطاقة والمعادن 5%. أما الواردات فهي تتشكل أساسا من المواد الصناعية ب 69%، ثم المواد الفلاحية 7%، الخدمات 15%، ثم الطاقة والمعادن 9%. نلاحظ كذلك مساهمة القطاعات الاقتصادية في التشغيل. لاحظوا المبيانين. إذن نستخلص من خلال الوثائق السابقة، يشكل قطاع التجارة والخدمات الجزء الأكبر من الناتج الداخلي الخام بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يمثل 78%، وتتعامل هذه الأخيرة مع مختلف دول العالم خاصة القارة الأمريكية ودول آسيا وأوروبا الغربية إلى غير ذلك. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أول مستثمر خارجي في العالم، وتتمركز استثماراتها في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وكندا إلى غير ذلك. وفي نفس الوقت تعتبر أول مستقطب لرؤوس الأموال الأجنبية، وهي بذلك تحتكر ما يناهز خمس التجارة العالمية. الآن بعد تعرفنا على مظاهر قوة الولايات المتحدة الأمريكية، الآن سنتعرف على العوامل المفسرة للقوة الاقتصادية الأمريكية. إذن أول عامل عوامل طبيعية تتمثل في وجود مجال فلاحي مهم يمثل نسبة 47% من مجموع المساحة لتشكل فيها الأراضي المزروعة 21%، وهي عبارة عن سهول خصبة تدعى السهول الكبرى، وهضاب كولورادو في الغرب وكولومبيا في الشمال الغربي، وهي في معظمها مشكلة من تربة خصبة. إذن لاحظوا الخريطة،
إذن تبين لكم مناطق انتشار طبيعة الحال هذه السهول، وكذلك هذه الخريطة تبين لنا تنوع البنية التضاريسية الأمريكية، حيث تتشكل بالأساس من الجبال والهضاب ثم السهول، بالإضافة إلى توفرها على شبكة مائية مهمة المتمثلة في مجموعة من الأنهار أهمها الميسوري والميسيسيبي إلى غير ذلك. إذن العامل الطبيعي الثاني وهو تنوع البنية التضاريسية. لاحظوا مجال السهول وكذلك إذن ثم مجال انتشار السلاسل الجبلية. إذن بعد ملاحظتنا للخريطة سنتطرق إلى عوامل طبيعية ساهمت في قوة الصناعة الأمريكية. إذن تتمثل العوامل عوامل طبيعية كذلك في تنوع موارد الطبيعية التي تتوفر عليها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتشكل بالأساس من البترول و الغاز الطبيعي. لاحظوا الخريطة، نستخلص أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على إذن عوامل طبيعية مهمة طبيعة الحال. إذن العامل الثالث يتجلى في العوامل البشرية، تتمثل في توفر الولايات المتحدة الأمريكية موارد بشرية جيدة التكوين، كما أن البنية العمرية تتميز بارتفاع الساكنة النشيطة والتي تقدر ب 154.5 مليون طبيعة الحال نسمة فيما يخص الساكنة النشيطة من مجموع السكان، بفعل استقبالها للمهاجرين وضمهم الأطر العليا، إضافة إلى التنوع العرقي، حيث نجد البيض والسود والأسيويين والإسبانيين. إذن الجدول بطبيعة الحال هنا يبين لنا التركيبة العرقية للمجتمع الأمريكي خلال سنة 2009. إذن من هنا نستنتج أن الولايات المتحدة الأمريكية تتوفر على موارد بشرية مهمة نتج عنها وفرة اليد العاملة والسوق الاستهلاكية التي تشكل دعامة لتعزيز قوة الاقتصاد الأمريكي. إذن العوامل التنظيمية سنلخصها في التقدم التقني. الفلاحة الأمريكية هي فلاحة عصرية تطبق المكننة والطرق العصرية للإنتاج، وهي مرتبطة بالبحث والتطور العلمي. أما من خلال الصورة الثانية نستخلص حيوية الأقاليم الطرفية، فلاحة رأسمالية متطورة تعتمد على الري، مثال كاليفورنيا في الغرب. كذلك شهدت الأقاليم الطرفية بروز ضيعات متخصصة في تربية الماشية كمثال الأبقار. إذن لاحظوا الجدول كذلك. إذن من خلال الصور وكذلك الجدول والوثائق السابقة نستخلص أن من بين عوامل قوة الولايات المتحدة الأمريكية كما أشرنا سابقا عامل طبيعي يتجلى في كون الولايات المتحدة الأمريكية تضم ثالث تجمع سكاني في العالم، بفعل استقبالها للمهاجرين ومن ضمنهم الأطر العليا، وينتج عن ذلك وفرة اليد العاملة والسوق الاستهلاكي. العامل التنظيمي فيتجلى أولاً طبيعة النظام الرأسمالي الأمريكي الذي يقوم على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، المنافسة الحرة، اعتبار الربح المحرك الأساسي لعمليات الإنتاج. نقطة ثانية التركيز الرأسمالي أي الأفقي والعمودي الذي أدى إلى ظهور المؤسسات القوية، من أبرزها تروست، شركة ضخمة ناتجة عن اندماج عدة شركات، وكونكلوميرا، تجمع صناعي كبير لشركات متنوعة الإنتاج، والهولدينج أو شركة التملك، مؤسسة مالية تمتلك غالبية أسهم عدة شركات مختلفة التخصصات. نقطة أخرى تخصيص اعتمادات مالية كبيرة للبحث العلمي من طرف الدولة وتوفرها على عدة مراكز ومعاهد للبحث العلمي، حيث أن المؤسسات الفلاحية والصناعية والمالية تكون مرتبطة بهذه المراكز
مراكز البحث أي المراكز البحث العلمي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الإنتاج الأمريكي. نقطة أخرى، سيادة النظام الديمقراطي الذي يساعد على الابتكار. دان لاحظوا الصور، دان طبيعة الحال صورة لسيليكون فالي، كذلك سيادة النظام كما أشرنا الديمقراطي الذي يساعد على الابتكار. عامل تنظيمي آخر، توزيع الصناعة الأمريكية على 3 أقطاب ندرجها في الجدول التالي: الشمال الشرقي من بين المناطق الصناعية الميغالوبوليس والبحيرات الكبرى، مقوماتها القرب من مناطق غنية بالثروات الطبيعية، شبكة كثيفة من المواصلات، تمركز مالي كبير، جامعات ومعاهد للبحث العلمي، وفرة الثروات كالحديد، النحاس، الفحم، البترول، الغاز، كذلك التوفر على شبكة هامة من المواصلات وتجمع سكاني كبير. أما المنطقة الثانية هي حزام الشمس من بين المناطق الجنوب الغرب الساحلي، مقومات هذه المناطق ثروات معدنية، مصادر طاقة، استثمارات كبيرة، دعم الدولة عن طريق إعفاءات ضريبية وتهيئة البنيات التحتية، تجمع سكاني وحضري كمثال بأطلانتا، دالاس، هوستن، كذلك توفرها على البترول، كهرومائية، مفاعلات نووية، استقطاب رؤوس الأموال ويد عاملة مهاجرة وتجهيزات تقنية متطورة. نستنتج إذن بأن الصناعة الأمريكية تستمد مقوماتها من هذه العوامل التالية الأساسية، بحيث أنها تتميز بالضخامة والتنوع، فالإنتاج الصناعي الأمريكي يساهم بحصص كبيرة في الإنتاج العالمي. العوامل المفسرة لقوة التجارة الأمريكية. إذن انفتاح الولايات المتحدة الأمريكية على الواجهتين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي، كذلك توفرها على بنية تحتية من بينها مطارات، موانئ إلى غير ذلك، ثم توفرها على كثافة الشبكة الطرقية. نلاحظوا بطبيعة الحال اللون الأخضر يبين كثافة مرتفعة، الأزرق كثافة متوسطة إلى غير ذلك. إذن لاحظوا كذلك من بين عوامل قوة الولايات المتحدة الأمريكية بنية تحتية قوية، لاحظوا شكل الشبكة الطرقية، كذلك توفرها على طائرات وأنابيب لنقل البترول من ألاسكا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذن بعد تعرفنا على مظاهر قوة الولايات المتحدة الأمريكية والعوامل المفسرة لقوتها، الآن سنتعرف على التحديات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد الأمريكي. إذن على مستوى الفلاحة نجد مشكل فائض في الإنتاج الفلاحي وصعوبة تسويق المنتوجات بفعل تراجع انخفاض الطلب العالمي عليها. نقطة أخرى، تقلص المشتريات الفلاحية من طرف البلدان النامية بفعل ارتفاع مديونيتها، انهاك التربة وإتلافها بفعل عوامل التعرية، تلوث الفرشة المائية من جراء الاستعمال المكثف للمبيدات والأسمدة الصناعية. أما المشاكل التي تواجه الصناعة نلخصها فيما يلي: منافسة منتوجات دول شرق آسيا والاتحاد الأوروبي للمنتوجات الأمريكية، النسيج، الصناعات الإلكترونية، استيراد المعادن لعدم كفاية الإنتاج الأمريكي لكثير من المعادن، ثقل فاتورة استيراد البترول لمواجهة العجز في الاستهلاك، تلوث البنية الطبيعية من جراء كثرة المصانع وكثافة استغلال الموارد الطبيعية. أما على المستوى التجاري، تعاني الولايات المتحدة الأمريكية من عجز في الميزان التجاري بفعل ارتفاع قيمة الواردات وانخفاض قيمة الصادرات، وهذا يرجع لعدة أسباب، منها تزايد استيراد مصادر الطاقة والمعادن
وضمنها البترول، ارتفاع النفقات العسكرية في الخارج، ونهج سياسة تخفيض الضرائب، تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأمريكية في السوق العالمية، إذ نجد أن منافسة الصين للتجارة الخارجية الأمريكية هي جد قوية. المشاكل الطبيعية والبيئية، تعاني العديد من المناطق الأمريكية من قسوة الظروف الطبيعية، حيث يتعرض الجنوب الشرقي باستمرار لأعاصير قوية تكلف خسائر ما بشرية ومادية، كما أن غربها مهدد بقوة الزلازل، حيث يمر خط الزلازل بسواحلها الغربية. إذن لاحظوا الخريطة تبين بعض الأخطار الطبيعية، المشاكل الطبيعية والأخطار البيئية، من بين الكوارث الطبيعية إذن الأعاصير، الفيضانات. أما التدهور البيئي، هناك تعرضها لأمطار حمضية ومجاري مائية ملوثة بطبيعة الحال. إذن خلاصة، نظرا للاستغلال المفرط واللاعقلاني لخيرات الطبيعية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعاني من كوارث بيئية عديدة تتمثل في زحف التصحر والتعرية، تدفق الأمطار الحمضية الناتجة عن شدة ارتفاع نسبة الغازات في الهواء، ارتفاع درجة التلوث في بعض المجالات الحضرية خاصة في الشمال الشرقي لكثافة التصنيع، وتلوث المجاري المائية كنهر أوهايو، تعدد المناطق المهددة بالتعرية المائية في الشرق والتعرية الريحية في الغرب. لاحظوا المبيان يمثل الدول المسؤولة عن انبعاث ثاني أكسيد الكربون. إذن من بين المشاكل كذلك التي تهدد الولايات المتحدة الأمريكية، خطر انبعاث ثاني أكسيد الكربون، حيث تعتبر أكبر مسؤول عن انبعاثه وما يسببه ذلك من مخاطر في الاحتباس الحراري. أما على المستوى المشاكل الاجتماعية، إذن خريطة تمثل توزيع نسبة الفقر بالولايات المتحدة، لاحظوا الخريطة جيدا. كذلك خريطة ثانية تمثل الأقليات بالولايات المتحدة الأمريكية، ولاحظوا الصورة الجانبية، لاحظوا شكل المسكن أو البناء. إذن نستخلص ماذا؟ أن من بين المشاكل التي تعانيها الولايات المتحدة الأمريكية تعدد الأعراق بطبيعة الحال، حيث نجد سود، أسيويون، إسبان وأنجلو ساكسون. إذن في الختام أو كخاتمة، رغم المعيقات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تعتبر قوة اقتصادية في العالم. نشكركم على حسن الإصغاء.